السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع عيسن في الصين. أنا بكلمكم من هنا من مستشفى جامعة شجيانغ الدولية في مدينة إيو في الصين. أنا تلقيت دعوة كريمة من مستشفى إدارة مستشفى جامعة شجيانغ عن طريق بعض الأصدقاء معنا في منتدى رجال الأعمال العرب، الأخ محمد السلامي مشكورا. وأنا جيت هنا بناء على الدعوة، والناس بالضبط بلغوني الآتي. هنا أنا بوجه رسالة لجميع مستشفيات مصر وجميع مستشفيات الدول العربية، إدارات المستشفيات، مستشفى جامعة شجيانغ مستشفى جامعي لجامعة شجيانغ، واحدة من أعرق الجامعات في الصين زي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس. فالناس بيقولوا أهلا وسهلا، إحنا مستعدين للتعاون مع جميع المستشفيات في أي دولة وخاصة في مصر. العلاقة ما بين مصر والصين علاقة قوية جدا، وأي دولة عربية بصفة عامة الناس مستعدين يعملوا تواصل. هيكون تواصل عبارة عن مجموعة الدكاترة المسؤولين، مدراء المستشفى هنا، دكاترة متخصصين هيتواصلوا مع أي مستشفى حابة تتواصل وتاخد التجارب إيه مع، أو لو في بعض مشاكل المستشفيات هتقول والله إحنا بنقابل مشكلة في كذا، بنقابل مشكلة في كذا، فهم يقولوا لهم التجارب بتاعتهم اللي نجحت والصين نجحت في ذلك. الفيديو ده لو سمحتوا وجهوه لكل إداري أو كل واحد تعرفوه في أي مستشفى في مصر، في أي مستشفى في الجزائر، في تونس، في المغرب، في السعودية، في أي دولة عربية. أهلا وسهلا بكم، تواصلوا معايا لو سمحتم، هوصلكم مباشرة بإدارة مستشفى جامعة شجيانغ، تتواصلوا معهم مباشرة، تعملوا معهم فيديو كونفرنس، تتراسلوا بالبريد، تتراسلوا بالنشرات، بأي حاجة. انا بعمل حاجه انا شايفها واجب عليا، اللي انا بقدر اقدمه انا بقدمه، اللي في ايدي بقدر اعمله بحاول اعمله. انشروا الفيديو، وصلوا الفيديو لكل الناس المسؤولين في كل المستشفيات في مصر والدول العربيه. ربنا ينجي الجميع يا رب. تابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، سناب شات، تويتر، لينكد ان، كله تحت اسم عيسن في الصين. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.